قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يعرف في التاريخ أن طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان من الشر أكثر مما خرجت لتزيله. وده الحاصل بالضبط. فينبغي أول حاجة نحن أي زول دعوه للخروج، والشباب اللي طلعوا قبل كده واللي جاهزين يطلعوا تاني، يسألوا نفسهم سؤال واحد، إنه ماذا حصلنا من الخروج الفات عشان نجي نطلع تاني؟ ومن هنا الإجابة إنه ما حصلنا شيء غير الضياع ومزيد من الجوع ومزيد من الصفوف ومزيد من الهلاك للبلد والضياع للحياة العامة وتفتيت البلاد، مزيد منا. وعليه نرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة، لما قال لهم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. الأثرة معناها أن يأخذ الحاكم المال ويستأثر به على الرعية ويختص بالمال أناسا محددين من قومه ومن أهله ومن حاشيته. قال: وأمورا تنكرونها. شرعا وعقلا انت بتشوف أشياء بتنكرها. فكان سؤال الصحابة رضي الله عنهم: ماذا تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أدوهم الحق الذي عليكم، أي من السمع والطاعة، مع أنهم أمراء جور وظلم وأخذوا الأموال وأدوها لناس ومنعوا منا بقية الرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، وهو أحرص الناس على تطبيق دين الله، وأحرص الناس على إزالة الظلم، وأحرص الناس على إقامة العدالة، وأحرص الناس على مصالح الناس في دنياهم. مع أدب قل لهم: اصبروا، اعطوهم الحق الذي عليكم، واسألوا الله الذي لكم، اسألوا الله الذي لكم. قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا، نحن لو صبرنا واتقينا الله عز وجل ورجعنا لربنا وأزلنا ما فينا نحن من الظلم وما يظهر عندنا من مظاهر الشركيات والمخالفات لشرع الله في التوحيد، أولا القبور التي تعبد والمشاهد والمزارات المشيدة الآن وتعبد من دون الله عز وجل، الناس اللي ضيعوا حق ربنا سبحانه وتعالى وعبدوا معه غيره، والله تبارك وتعالى يقول: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولهذا قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بما كسبنا نحن من الظلم. فلما كنا نحن ظالمين سلط الله علينا الظلمة. قال تبارك وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلا يمكن أن تكون الرعية يا أخواننا تسعى الفساد والظلم والجور والاستغلال لحاجات الضعفة والمساكين والابتزاز الموجود في السوق وعندنا في الطرقات وفي معاملاتنا. لا يمكن يكون الرعية بهذه الصورة وربنا يولي عليهم إنسان صالح. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيفما تكونوا يولى عليكم. فإذا كان إنسان داير إصلاح حقيقي وتغيير حقيقي، فليبدأ بتغيير المجتمعات من السلوكيات السيئة والفواحش الموجودة في المجتمع، والغش والتزوير والكذب والخيانة، كل المظاهر بتاعت الحرام الموجودة في المجتمع تتغير. ده التغيير الحقيقي.